في إصدار لمنظمة المرأة العربية حمل عنوان المرأة العربية في الأمم المتحدة، واللي تم من خلاله توثيق عدد من الرموز النسائية العربية التي عملنا أو يعملنا حاليا تحت منظومة الأمم المتحدة، أشار إلى 64 شخصية نسائية، من بينهم شخصيات نسائية أردنية شكلوا ما يقارب 12% منهم، وفي تقريرنا هذا راح نستعرض بعضهم. تغريد حكمت اللي تولت منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في رواندا عام 2009، وهي أول قاضية في الأردن منذ عام 1996 وحتى 2003، حاصلة على شهادة الماجستير في القانون من جامعة دمشق، وعضوة في مجلس أمناء في المؤسسة الدولية للنساء القاضيات بواشنطن، وعضوة في المؤسسة الأمريكية للقانون الدولي بواشنطن، وعضوة في اللجنة المركزية لعدالة الجندر. دينا قعوار اللي شغلت موقع الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة عام 2014 وحتى 2016، ومندوبة الأردن في مجلس الأمن عام 2015، وهي أول امرأة ترأس مجلس الأمن منذ تأسيسه، درست العلاقات الدولية والدراسات العليا في جامعة هارفارد، وكانت سفيرة الأردن في منظمة اليونسكو عام 2002، وتولت رئاسة الوفد الأردني في عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2014 وحتى 2015. ريما خلف شغلت منصب أمينة تنفيذية لمنظمة الإسكو عام 2010 وحتى 2017، وعملت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عام 2000 وحتى 2006، وعملت في رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة الديمقراطي، واختيرت من قبل صحيفة الفاينانشال تايمز كأحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم اللي رسمت ملامح العقد الماضي، وشغلت عدة مناصب حكومية أردنية منها وزيرة الصناعة والتجارة ووزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء. سيما بحوث اللي شغلت منصب المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعملت في البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة كمندوبة دائمة في نيويورك عام 2016، وكانت مستشارة لجلالة الملك عبد الله الثاني منذ عام 2003 وحتى 2005، وشغلت منصب الأمين العام المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية عام 2008. هيفاء أبو غزالة شغلت منصب المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة عام 1995 وحتى 2007، وهي حاصلة على شهادتي الدكتوراه في علم النفس والتربية، وتشغل حاليا منصب الأمينة العام المساعدة لجامعة الدول العربية في قطاع الإعلام والاتصال، وشغلت العديد من المناصب في الأردن منها الأمينة العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة منذ عام 2007 وحتى 2011، ووزيرة السياحة والآثار، وعضوة في مجلس الأعيان الأردني منذ عام 2007 وحتى 2011، وعملت مبعوثة للأمين العام لجامعة الدول العربية للمجتمع المدني عام 2013، وممثلة للأردن في منظمة المرأة العربية، وعضوة في المجلس التنفيذي للمنظمة. كانت وما زالت وستبقى المرأة الأردنية حاضرة بقوة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون مثال للمرأة الناجحة.